ولا يا سعيد يا ولا يا سعيد. هلو، اهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. وانا اشتقت كثير للسليبرتي دوميتو، لكل المتعاملين بالام تي في وللام تي في الحلوه لميشيل المر مدام بوسي. وجه لكم اكبر تحيه ومعايده، بقول لكم ان شاء الله ال 2018 بتخلص بصحه وسلامه ونجاح، وال 2019 بتبلش بقوه واستمراريه نجاح. هيدي مش أول مرة بتطلي على شاشة ام تي في، يعني صار فينا نعتبر إنه صارت إطلالة سنوية. خبرينا كل مرة كيف هيك بتكوني مستعدة لتطلعي؟ شو المفاجآت يلي بتفاجئي فيها جمهورك؟ من وين هالطاقة الإيجابية اللي دايماً عندك إياها؟ أول شيء الام تي في هي بتعطيني القوة، لأنه كل اللي بتعامل أنا وياهم جوا من كل، يعني من الكوافر للماكيور للجو أبو جودة ماكيوري ل اللي فارس اللي مصمم لي ازياء الليله، لما بيجي على الام تي في بحس حالي اني جاي على بيتي. كلهم بحبوني وبحبهم وبيجي بفرح، بستعد لهذا الموضوع. ليه؟ لانه اطلالتي على عيد هي العيد بحد ذاته، انا اوريجينال وعندي شعطه فنيه، واللي بقدم لهم اياه بحد ذاته انه بحسوا العالم بفرح. ونحن انا بعتبر نفسي رسالتي بالحياه هي اني فرح قلوب العالم، وجود اليوم معكم تنفرح قلوب الناس بهالعيد. من العون اللي عخدوا تعرفوني للبلد.